متابعي قناة الفاس بوليس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه السي أحمد بن فرقان المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب. الحدث هو الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بخصوص تشدد الإجراءات لمحاربة وباء كورونا. قطاع المقاهي سيضطر من جديد إلى إغلاق في الساعة 9 ليلا، الأمر الذي يثير يعني واحد موجة من الغضب بصفوف أرباب مجموعة من المقاهي وأرباب المطاعم. سي أحمد بن فرقان مرحبا بك. أولا كنشكر الفاس بوليس على الاستضافة مرة أخرى. سي بن فرقان، أشين قراءتك الأولية للقرار اللي اتخذه الحكومة بتشديد الإجراءات لمحاربة وباء كورونا؟ أول إحنا القرار اللي تم اتخاذه مرة أخرى، الحكومة هي عودتنا دائما، الحكومة ديالنا عودتنا بمفاجآت. للأسف الشديد هو قرار، هذا قرار مر يعني كيستهدف عاوتاني قطاع ديال قطاع المطاعم، خاصة بعد ما استبشرنا خيرا بعد الشهر من إغلاق ديال شهر رمضان، استبشرنا خيرا على أننا غادي نتعشوا شوية نشتغلوا ويعني واستبشرنا خيرا بتخفيف الإجراءات. ولكن للأسف الشديد جاء قرار عاوتاني مفاجئ أثر علينا بشكل كبير. حنا كنا كننتظروا أن الحكومة أنها فعلا تكون عندها واحد الرؤيه شموليه على جميع القطاعات بما في ذلك الاقتصاديه الاجتماعيه والصحيه. حنا يعني للاسف هو انه كانت اسوء لهذا الارتفاع المهول ديال الحالات، ولكن حنا بغينا الحكومه تكون عندها حلول، ماشي دائما تكون تمشي للحل السهل هو الاغلاق وتستهدف قطاعات اللي هي ثبتت انها كانت يعني عند الحدث وكانت طبقت جميع الاجراءات الموصى بها بشكل دقيق. ولكن للاسف الشديد الحكومه كتهرب كتمشي للحل السهل وكتخلي البؤر اللي هي فيه اللي في اماكن اللي فعلا اللي هي الحقيقيه اللي هي خصها تحارب فيها الوباء وتركز عليها، كتضيع الوقت ديالها في المسائل الاخرى والبؤر المواكن الاماكن ديال اللي فيها فعلا اللي فيها الوباء وفيها اللي خصها تحاربها ما مشاتش ليها للاسف الشديد. ومن بينها مثال على ذلك هو انه محطه الترامواي، الكل كيعلم قلنا العدد الناس اللي كتنتقل في المحطه ديال الترامواي نحو الشواطئ نحو جميع النقل الحضري يعني واحد الحركيه كبيره. اذا هنا خصنا المسؤوليه خصنا تحملها الدوله وتحملها كذلك الشركه، باش يحاربوا اولا يحاربوا هذوك الاكتظاظ في المحطه ديال الترامواي ويحثوا على ان هذيك الشركه توفر القاطرات خاصه في الاوقات الذروه. كذلك النقل الحضري كتعرف بان واحد العدد كبير ديال الناس كتنقل في النقل الحضري هناك. اذا خص الناس خص هنا المسؤوليه خصنا نركزوا على هادو باش نحلوا المشكل ديالهم. وكذلك نحاربوا الاكتظاظ في المراكز التلقيح، نحاربوا الاكتظاظ في القطارات في التنقل في هذه الفتره الصيفيه في التنقل. اذا هنا خصنا كنشوفوا القطارات كيفاش دايرين، يعني فين هي يعني الاجراءات الصحيه. ما تشوفش بان قطاع المقاهي كان محظوظ على اعتبار ان تاخذ مجموعه من القرارات المنع في مثلا الحمامات القاعه الرياضيه، وانتم يعني كان واحد التخفيف التاسع الليل عاد تسدوا المقاهي ديالكم؟ خصك تعرف بان احنا عانينا، هذه كنا كنعانيو ولا زلنا نعانيو. طبعا احنا هذه عام ونصدي وحنا كنعانيو. خصك بان انا هذا القطاع ما نقولوش انه محظوظ، بل انما كان من اكثر القطاعات اللي ادى الثمن ديال تهور المواطنين على الاجراءات والاستخفاف بهذا الوباء. وحنا اول احنا قطاع المقاهي والمطاعم هو احنا اللي كنا كبش فداء اكثر من اي قطاع اخر. وحنا علاش؟ بحكم ان حنا عندنا واحد الثقل الضريبي والثقل الجبائي كثير، وعندنا كذلك واحد الاكراهات كبيره فيما يتعلق لا من ناحيه الشغيله ولا من ناحيه الازمه الاقتصاديه اللي كتعيشها البلاد بشكل عام. البعض تيقول بان اصحاب المقاهي والمطاعم ما تيحترموش التباعد الاجتماعي، ما تيحرصوش على وضع الكمامات بالنسبه للزبائن ديالهم. هادو فقط هادو اراء كتبقى اراء فرديه. اما فيما يتعلق بانه المقاهي ما عندهمش التباعد، فينا هي بعد الخدمه؟ كتظن انه المقاهي دابا خدامين كما ان الاجراءات اللي دارت الحكومه اننا نخدموا 50%، كتظن ان احنا كنوصلوا 50%؟ يستحيل، ما كاينش شي مقهى الان ولا في شي مطعم انه كيوصل من الطاقه الاستيعابيه ديالو 50%.
ان احنا كيبقى هذا حلم عندنا بالنسبه لنا بعيد المنال، يستحيل ان نوصلوا ليه. وغالبيه المقاول المطاعم الان اللي كاين هي كتقول انها خدامه، راه ما كتوصلش في المسائل ديال يعني في يعني في الاشتغال ديالها في الملأ ديالها ما بين 5 حتى 15% على اداء الاكثر. هناك بعض الدعوات تقول بان قرار التصفيق خصو يمس المحلات ولا الحمامات اللي ما تتحترمش الاجراءات وما يتمش التعميم على الجميع. هذه هي الدور ديال المراقبه، لان ما يمكنش لينا نقولوا كما كيقولوا حدا كتخن الشواري، المثل المغربي كيقول. حنا الا كان شي واحد مخالف ما يمكنش نطبقوا عليه، نطبقوا على العامه كامل على المستوى الوطني هذه الاجراءات، خاصه حنا دابا الان هنا الاجراءات اللي حنا ما كنشجعوش ان الناس المهنيين يديروا المخالفات. حنا كنا كنخرجوا في حملات مع السلطات المحليه الوقت اللي كنلقى شي واحد مخالف، حنا براسو حنا نعاتبوه وكنقول له خصك تحمل المسؤوليه ديالك، ما خصكش خصك تحترم الاجراءات، خصك تحافظ على صحتك وصحه الشغيله اللي عندك وصحه كذلك المواطنين. راه صحه المواطن من صحتنا، وإذا ما كنتيش انت كيهمك صحه المواطن خصك تهمنا كاملين. ولا على ما اظن انه حتى الحمامات انا هما فقط حتى هما كذلك انهم يعني بكل صراحه ظلموا في هذا القرار كذلك. واش القطاع المقاعد بدا يتعافى تدريجيا، خاصه انه تم السماح لكم بالاستئناف النشاط بعد رمضان؟ احنا بعد ما استبشرنا خيرا، لاننا هذه الفتره الصيفيه غادي نحاولوا نتحركوا فيها شي شويه، غادي نخدموا نقدروا يعني نغطي واحد جزء بسيط من المصاريف، خاصه اننا كتعرف الفتره الصيفيه تزامن هذا العام مع ظروف استثنائيه اللي هو ديال العيد الكبير. كتعرف المصاريف ديال العيد الكبير، كتعرف الشغيله اللي عندنا، كتعرف يعني الثقل اللي عندنا. ولكن للاسف الشديد اننا تفاجئنا ومشينا اونكاجينا مع مجموعه ديالنا، ما يمكنش ندخلوا الناس بعيد بلا عيد، اونكاجينا مع الناس اخرين طلبنا ان نديروا قروض باش تسلفنا على اساس اننا باش نعطوا الشغيله ديالنا، ولا لان باش نغطيو دوك المصاريف ديال العيد والمصاريف اللي كانت عندنا ديجا اللي كانت ديجا القروض اللي عندنا. ولكن للاسف الشديد تفاجئنا مره اخرى بهذا القرار المفاجئ اللي كنعتبروه يعني ظلم بحقنا، وخاصه انك تعرف بان تسعود راها قبل مصرات المغرب خصك تسد، يعني باقا الشمس وكاين مدن اللي باقي كبني ملال وكذلك الضرب. تعرف الناس ما كتخرجش حتى المغرب، عاد يمكن تخرج لان النهار كيكون سخون، عاد تزيد المدن الاخرى اللي هي اللي ما كيجيش فيها يعني اللي المدن الاخرى الصحراويه ولا ما كيجيش فيها المغرب حتى تسعود وربع. بما انك انت يعني متتابع الوضع الوبائي في المغرب والاجراءات اللي تتخذها الحكومه، واش انت متفائل ولا متشائم بخصوص المستقبل؟ احنا بالنسبه لنا احنا لو اتخذت الحكومه القرار ديال الحكومه اساسيين بزاف في الحد من هذا الوباء، والقرارات ديال الحكومه هي اللي ساهمت في انتشار هذا الوباء للاسف الشديد، لان ما كتاخذش العبار. لو كنت تاخذ العبار كون خذتهم من عيد الاضحى ديال السنه الفارطه. وكذلك انه اي قرار اللي كتتم تاخذه وما تركزش على مواطن ديال الفيروس وما تحرفش الاكتظاظ الاماكن ديالها، راه ما عمرها غادي تحد منه. فهمتيني؟ حنا كنتمناو من الله اننا الفيروس اننا نتعايشوا معه، نتمناو كذلك من هذا المنبر اننا نوجهوا النداء للجميع، الناس اللي ما داروش التطعيم انهم يسرعوا باش يمشي يديروا التطعيم. اما كان من الممكن كان من الحكومه انها دير واحد الاجراءات سهله ومرنه وغتكون عندها نتائج ايجابيه، من بينها مثلا انه هذوك الشواطئ الا ما كانش قدرت انه استطعت انه تم اغلاق ديالها، كان على الاقل دير واحد الشراكه مع المجتمع المدني ومع السلطات، يديروا واحد التوعيه داخل الشواطئ وداخل شيء باش يحاولوا يحاربوا فيها الاكتظاظ، والشواطئ اللي كتلقى فيها الاكتظاظ يحاولوا انه يسدوها ولا يحدوا لها توقيت معين باش يمكن نخفوا نحدوا من الوباء. وكذلك المؤسسات العموميه هما راه كيستلقى بنفسها، وحنا كان من الاجراء اذا كانت غادي تضيف كاع شي اجراء اخر بالنسبه للقطاع المقاول المطاعم كانت تضيف على الاقل انه تزيد اضافه للاجراءات الاخرى السابقه انها تزيد مثلا جواز تلقيح، لان احنا كتشوف ان احنا غالبيه المقاهي مطبقين مزيرين في هذا، وكان اللي فقدت الزبانه ديالها على قبل الاجراءات الصارمه اللي تم التطبيق ديالها، وخاصه الكمامه والتعقيم في عند دخول المحل. وكذلك انه حتى الوقت اللي كيكون نشوفوا شي واحد كنشكوا فيه كنكون عندنا شي شك فيه اننا كنضطروا اما نحبسوا اما نطلبوا له جواز التلقيح. سي احمد بفرقان شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه الفاس بريس، الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.